السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لمحاضراتنا في مادة المحاسبة الضريبية للفرقة الرابعة، فقد تم تناول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والتي تنقسم إلى 4 أوعية، وتشمل وعاء المرتبات، ووعاء المهن الحرة غير التجارية، ووعاء الثروة العقارية. وقد تم تناول ال3 أوعية في المحاضرات السابقة. 4 وهو وعاء النشاط التجاري والصناعي، والذي سيتم تناوله من خلال هذه المحاضرات إن شاء الله. شروط سريان الضريبة موجودة بالكتاب صفحة 153. 1 أن يوجد منشأة. 2 الاستقلال، والتي تعني أن الممول يعمل لحساب نفسه وتحت مسؤوليته. 3 الاعتياد، أي أن يقوم بالعمل اعتياديا، بأن تكون هذا العمل متكررا. فرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي بالكتاب صفحة 166. أولا الربح المحاسبي، وهو صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل، والتي تعد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، بينما الربح الضريبي هو صافي الربح المحاسبي بعد تعديله وفقا لما هو محدد في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005. ملاحظات: كيف يتم تحويل الربح المحاسبي إلى صافي الربح الضريبي؟ 1 بالنسبة للإيرادات، احنا هنشوف الشركة سجلت ايه عندها في دفاترها، والمصلحة هل تعترف بما تم تسجيله أم لا تعترف. فلو الشركة سجلت إيراد معين والمصلحة لا تعترف بالإيراد دوت، فاحنا كده هو عاوزين نشيل الإيراد من دفاترنا. ازاي نشيله؟ نشيله بالخصم. طب الشركة ما سجلتش إيراد معين والمصلحة بتعترف بالإيراد دوت، وبالتالي عاوزين نضيف الإيراد دوت، فيضاف بالإضافة. 2 بالنسبة للتكاليف، نلاحظ ان التكاليف اشارتها سالبة، فاحنا لو رحنا لقائمة الدخل نجد ان التكاليف او المصروفات تظهر بالسالب، وبالتالي لو الشركة سجلت تكاليف والمصلحة لا تعترف بها، طب احنا عاوزين نشيل التكاليف ديت من دفاترنا، هي اشارتها سالبة، وبالتالي علشان اقدر اشيلها تتشال بالاضافة. طب الشركة ما سجلتش تكلفة والمصلحة بتعترف بالتكلفة ديت، طب احنا عشان نسجلها هتسجل بإشارتها اللي هي السالبة، وبالتالي تخصم. ويتم تحديد صافي الربح الضريبي كما هو بالكتاب صفحة 175. زي ما قلنا هنبتدي بالربح المحاسبي أو الخسارة المحاسبية من قائمة الدخل، هنضيف إليه ويخصم منه بعض البنود. أول حاجة بالنسبة للإيرادات، زي ما قلنا قبل كده هوت، لو الإيراد مسجل في الدفاتر والمصلحة لا توافق عليه هنخصمه. لو الإيراد غير مسجل بالدفاتر والمصلحة بترى أنه من الإيرادات الخاضعة للضريبة نضيفه. بالنسبة للتكاليف، لو التكلفة مسجلة بالدفاتر والمصلحة لا ترى أنها من التكاليف واجبة الخصم، يبقى احنا محتاجين نشيلها من الدفاتر بالإضافة. والعكس، إذا كانت التكاليف لم تسجل بدفاتر المنشأة والمصلحة ترى أنها من التكاليف واجبة الخصم، وبالتالي يجب أن نضعها بدفاترنا بإشارتها فتخصم، أي أنها تظهر بالسالب. وهكذا نصل إلى صافي الربح الضريبي المعدل. يخصم منه التبرعات والإعانات المدفوعة. 2 الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصى 5 سنوات، فنصل إلى الوعاء الضريبي قبل خصم الإعفاءات. يخصم منه الإعفاءات المقررة بالقانون، فنصل للوعاء الخاضع للضريبة. والآن نبدأ في شرح الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقا للقانون، والموجودة بالكتاب صفحة 176، وتنقسم إلى 3 أنواع من الإيرادات. 1 إيرادات النشاط الجاري. 2 الأرباح الرأسمالية. 3 الإيرادات الفرعية أو العرضية. 1 إيرادات النشاط الجاري،
الكتاب صفحة 176، وهي الإيرادات التي تنتج من الاستغلال العادي لأوجه النشاط التجاري والصناعي المختلفة. مثلا عندنا شركة ثلاجات، فهي الإيراد النشاط الجاري الخاص بها هو مبيعات الثلاجات الخاصة بها. بعض الملاحظات على إيرادات النشاط الجاري موجودة بالكتاب صفحة 176. أولا، أن البيع يتم وفقا لأساس الاستحقاق، بمعنى أن العملية بتتم عن سنة كاملة 12 شهر بصرف النظر عن واقعة تحصيل ثمن البيع. نمرة 2، بالنسبة لمسحوبات البضائع التي تتم بمعرفة صاحب المنشأة لأغراضه الخاصة، لا يتم إخضاع أرباح هذه البضاعة للضريبة حيث أنها تسجل بالتكلفة لأنها لا تعتبر عملية بيع. 3، تسليم البضائع إلى وكلاء البيع، بالنسبة للبضائع المتبقية عند وكلاء البيع والتي لم يتم بيعها حتى نهاية السنة، لا يتم الاعتراف بالإيراد الخاص بها إلا إذا قام الوكيل ببيعها. 4، حالة البيع بالتقسيط، يتم الاعتراف بالإيراد عند البيع بالتقسيط عند استلام الأقساط أو الدفعة المقدمة، أي أنه يتم الاعتراف بالإيراد وفقا للأساس النقدي في هذه الحالة فقط. 5، البضاعة بالطريق، موجودة بالكتاب صفحة 179، يتم تسجيلها ضمن المخزون الخاص بالشركة عندما تنتقل ملكيتها إلى المنشأة خلال العام، وهذا يتوقف على اتفاقية الشراء. فلو كان الاتفاق أن تسليم البضاعة في مكان الشحن في بلد المصدر هوب شيبينج وين، تنتقل الملكية عندما يسلمها البائع لشركة الشحن في بلد المصدر قبل الوصول للمشتري، وبالتالي تسجل ضمن المخزون. أما إذا كان الاتفاق هوب ديستنيشن، فتنتقل الملكية للمشتري عندما تصل البضاعة إلى مقر المنشأة الموجودة في بلد المستودع. إجابة مثال 5-3 صفحة 183 بالكتاب على إيرادات النشاط الجاري. المثال بيقول إن صافي الربح قبل الضريبة لأحد المنشآت من واقع قيمة الدخل كان 48,300 جنيه، والمطلوب إن احنا نعمل التعاملات اللازمة عشان نقدر نحدد صافي الربح المعدل. فتحنا صفحة الإخبار زي ما موجود قدام حضراتكم في الإجابة. بدأنا بصافي الربح من واقع قائمة الدخل أهو 48,300، حطينا بعد كده هو يضاف إليه ونسيب مساحة كافية، وبعد كده يخصم منه ونسيب مساحة كافية، ونفتح قدام إجابة المثال صفحة لملاحظات الحل. فيجب أن يكون هناك ملاحظات للحل في كل بند من البنود. يلا نبتدي بحل البنود. قال لي إن تبين من الفحص الضريبي ما يعني. أول حاجة قال لي إن تسجيل المخزون آخر الفترة كانت 25,000 جنيه، والقيمة السوقية ب 30,000 جنيه، وسيادة المنشأة جرت على إن هي تقيم المخزون دوت بالتكلفة ب 25,000 جنيه، ولكن السنة ديت قيمته بأقل من التكلفة ديت بنسبة 10%. واحدة واحدة. أولا، الشركة دلوقتي سجلت المخزون عندها بأقل من القيمة بتاعته في الدفاتر ب 2,500 جنيه، اللي هما 25,000 في 10%. مصلحة الضرائب بتقول لا، احنا المخزون بالنسبة لنا يقيم بالتكلفة اي ب 25,000 جنيه، ففي كده هو 2500 جنيه فرق بين المسجل بالدفاتر وبين اللي المصلحة شايفاه. طب هنعمل ايه في الفرق دوت؟ يتم اضافته الى صافي الربح، وبالتالي هنلاقي ان البند يضاف ليه اول حاجة فروق تقييم المخزون بال 2500 جنيه اللي المنشأة ما سجلتهوش. نمرة 2، قال لي ان بلغت تكلفة البضاعة اللي جاية بالطريق 9,000 جنيه، وقيدت ضمن المشتريات لكنها لم تدخل ضمن المخزون في نهاية العام، المنشأة ما دخلتهاش ضمن المخزون. مصلحة الضرائب بتقول ان ده جزء من المخزون لان البضاعة ديت قيدت فعلا ضمن المشتريات،
وبالتالي يجب إضافتها إلى الدفاتر ضمن المدفون. أهي تتحط التبني يضاف إليه من جاتين بضاعة بالطريق بتسعة آلاف جنيه. تلاتة، ألا تتضمن مبيعات المنشأة بضائع لدى الوكلاء على أساس سعر بيعها الذي يعادل 150% من تكلفتها، غير أنه اتضح في نهاية العام أن جزء من البضاعة دي ب6000 جنيه ما زال بدون بيع. تعالوا نكتب المعادلة أولا بتاعة سعر البيع. سعر البيع عبارة عن التكلفة زائد الربح. هو بيقول لي ان سعر البيع يمثل 150% من التكلفة، وبالتالي يبقى سعر البيع 150، التكلفة 100%، والربح يبقى هو الفرق اللي بينهم اللي هو 50%. طيب هو بيقول لي ان في بضاعة ما اتباعتش، وبالتالي البضاعة دي المفروض ان ربحها لسه مش هيدخل عندنا في الدفاتر. الشركة دخلت الربح دوت، المصلحة بتقول ان البضاعة دي ما اتباعتش والمفروض ان الربح دوت ما يدخلش جوه الدفاتر بتاعها، وبالتالي المفروض نشيل الربح دوت من الدفاتر. هنشيله ازاي؟ هنشيله في بالخصم. اهو ادي اول بند فيخصم منه ربح البضاعة لدى الوكلاء. طب هنحسب ازاي الربح ده؟ هو بيقول لي ان التكلفة ب6000 جنيه. هنيجي عند المعادلة اللي احنا كتبناها تحت وحط تحت التكلفة ال6000 جنيه. انا عاوز اجيب الربح، يبقى طرفين في وسطين، يبقى 6000 في 50 اللي هي الربح على 100 اللي هي تمثل التكلفة، يطلع لي ب3000 جنيه. اخر بند قال لي تتضمن المبيعات 2000 جنيه بضاعة سحبها صاحب المنشأة لاستخدامه خاص. الشركة ايدت عندها في دفاترها ان في مبيعات ب2000 جنيه عبارة عن البضاعة اللي سحبها الراجل صاحب المنشأة. البضاعة دي كانت مشتراة، يعني تكلفتها ب1500 جنيه. طيب الشركة سجلت عندها مبيعات ب2000، مصلحة الضرايب بتقول لي لا، المفروض ان احنا ما نعترفش بالربح بتاع البضاعة اللي سحبها صاحب المنشأة. الربح دي 500، المنشأة سجلت أرباح عندها اللي هي 500، المصلحة مش موافقة على دوت، وبالتالي هنشيلها بالخصم. أهو تاني حاجة فيخصم منه ربح البضاعة اللي سحبها صاحب المنشأة ب500 جنيه. يبقى احنا عندنا صافي الربح من قائمة الدخل 48300 يضاف إليه، مجموع يضاف إليه 11500، مجموع يخصم منه 3500، وبالتالي فإن صافي الربح الضريبي 56300، وهو دوت الربح بعد كده اللي هيخضع للضريبة بتاعتنا وفقا بالشرائح. أول 8000 جنيه معفاة، ال 22000 التالية 10%، وهكذا إلى النهاية مع مراعاة الخصم الضريبي. تاني نوع من الإيرادات وهو الأرباح الرأسمالية، موجودة بالكتاب صفحة 186. الأصول اللي بتخضع أرباحها الرأسمالية للضريبة هي المباني والأصول المعنوية اللي هي الشهرة والاسم التجاري والعلامة التجارية والأراضي. وطالما الأرباح الرأسمالية هتخضع للضريبة، فالخسائر الرأسمالية أيضا هتعتبر من التكاليف واجبة الخصم. طيب بقية الأصول زي الآلات والسيارات والأثاث والحسب الحاسب الآلي، لا، ديت لا يحسب لها أرباح أو خسائر رأسمالية وفقا للقانون. كيف يتم حساب الأرباح الرأسمالية؟ الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة ممكن تنتج من أول حاجة بيع أصل من الأصول الثابتة بأكثر من القيمة الدفترية لها. عشان نحدد الربح الرأسمالي هيبقى عبارة عن ثمن البيع ناقص القيمة الدفترية للأصل ده المعتمدة ضريبيا. والقيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا تحدد من خلال تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك الضريبي. تاني حاجة إن الربح الرأسمالي ممكن ينتج من تعويض بياخده الممول نتيجة هلاك أصل من الأصول الثابتة بتاعته، ويطبق عليه نفس المعادلات السابقة. فالأرباح الرأسمالية هتنتج من بدلا من ثمن بيع الأصول هتبقى قيمة التعويض اللي حطت عليه المنشأة ناقص القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا. والقيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا هتنتج من تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك الضريبي.
بعض الملاحظات فيما يخص التعويضات. إذا كان التعويض المحصل من الغير مقابل أي أضرار لحقت بالمنشأة، مثلا نتيجة فسخ عقد أو عدم تنفيذ الغير لعقد في ميعاده، التعويضات دي بالكامل تعتبر إيراد وفقا للأساس النقدي، يعني عند تحصيلها. نمرة 2، بالنسبة للتعويضات المحصلة نتيجة هلاك قصد متداول، زي مثلا تعويض خدناه من شركة تأمين نتيجة إن البضاعة اتحرقت اللي موجودة في المخازن، تعتبر التعويضات دي بالكامل إيراد في السنة التي تم فيها التحصيل، أي وفقا للأساس النقدي. إجابة مثال 5-6 صفحة 189. المثال بيقول إن عندنا صافي الربح قبل الضريبة من قائمة الدخل كان 85,000 جنيه، والمطلوب إن احنا نعدل الصافي ده عشان نوصل إلى الربح الضريبي. فتحنا صفحة الإقرار زي ما متعودين، أهو صافي الربح المحاسبي من واقع قائمة الدخل 85,000 جنيه، نضاف إليه وهنسيب مساحة، وبعد كده يخصم منه ونسيب مساحة ونبدأ في البنية. أول بند قال إن المنشأة في 20 مارس باعت قطعة أرض مملوكة لها ب250,000 جنيه، علما بأنها مشتراه بمبلغ 100,000 جنيه وبلغت عمولة البيع 20,000 جنيه، وتبين إن النتائج ديت لم تدرك في قائمة الدخل. تعالوا نحدد الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأرض. هنرجع للسلايد اللي بعده في الملاحظات، هنجد ان اول ملاحظة بتتكلم عن الربح الرأسمالي من بيع قطعة الأرض. كيف تم تحديد الربح دوت؟ اول حاجة هنقول ان الربح الرأسمالي عبارة عن ثمن بيع الأرض ناقص القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا. ثمن البيع بتاع الأرض ب250,000 جنيه وفي عمولة بيع يعني ب230,000 جنيه، خصمنا ال250 شلنا منها عمولة البيع، فاللي احنا حصلناه فعليا 230,000 ناقص القيمة الدفترية اللي هي 100,000 جنيه اللي هو ثمن الشراء، يديني من الربح الرأسمالي الناتج من بيع الأراضي 130,000 جنيه. طيب هنعمل ايه في الربح دوت؟ هنيجي في صفحة الملاحظات بتاعتنا ونقول كده اهو، المنشأة لم تدرج نتائج العملية في قائمة الدخل، ما كتبتش حاجة. طيب مصلحة الضرائب بتقول ايه؟ بتقول ان هي في ربح رأسمالي خاضع للضريبة 130,000 جنيه، المنشأة ما سجلتش، يلا نسجل عند المنشأة، اهو البند يضاف ليه. اول حاجة الربح الرأسمالي الناتج من بيع الأراضي. نمرة 2، قال لي تتضمن مصروفات المنشأة ما يلي، في عندها 36,000 جنيه خسائر رأسمالية ناتجة من حصول المنشأة في 1/9 على تعويض 80,000 جنيه من شركة التأمين. ليه؟ انهارت شقة مملوكة لها، الشقة دي كانوا مشترينها ب 120,000 جنيه في 1/1/2018، ويتم إهلاكها محاسبيا ب2% وضريبيا ب5%. طب تعالوا نحسب الخسائر الرأسمالية الناتجة عن العملية ديت ونشوف الشركة أو المنشأة سجلتها بشكل سليم ولا لأ. أول حاجة ثمن الأرباح الرأسمالية عبارة عن ثمن البيع أو قيمة التعويض، قيمة التعويض هنا هو 80,000 جنيه ناقص القيمة الدفترية، هي الشركة كانت مشترية الشقة دي ب 120,000 جنيه، في المعدل الضريبي 5%، في المدة من تاريخ الشراء اللي هو 1/1/2018 إلى تاريخ الانهيار اللي هو اللي خدت فيه التعويض اللي هو 1/9/2019، يعني سنة وثمان شهور، يطلع لنا إن القيمة الدفترية الخاصة بالشقة اللي موجودة عندنا ديت تساوي 110,000 جنيه. طيب قيمة التعويض 80,000 ناقص القيمة الدفترية ب110,000، يبقى احنا عندنا خسائر رأسمالية 30,000 جنيه. تعالوا نشوف اللي حصل ايه، الشركة او المنشأة سجلت عندها الخسائر ب36,000 جنيه، مصلحة الضرائب بتقول لا، ان الخسائر اللي موجودة عندنا وفقا لحساباتنا ب30,000، قلوا كده هوت، يبقى فيه 6,000 جنيه المفروض المنشأة تشيلها من دفاترها. طيب هو احنا بنتكلم عن ايراد ولا مصروف؟ لا دي خسارة،
يعني مصروف اشارتها سالبه، يعني انا عشان اشيلها من الدفاتر قال لي هتشيل الاشاره السالبه دي بان احنا نحطه في يضاف اليه اهوت يضاف اليه تاني حاجه الخسائر الراسماليه بتاعت انهيار الشقه اللي ما سجلتهاش المنشاه عندها ب 6000 جنيه. طيب البند اللي بعده قال لي في 15000 جنيه خسائر راسماليه ناتجه من بيع حاسبات اليه. قال لي لا بقى استنى هنا، هو حضرتك الحاسبات الاليه لا تعتبر من الاصول التي يحسب لها ارباح او خسائر راسماليه، وبالتالي مصلحه الضرايب مش هتعترف بالخسائر الراسماليه اللي موجوده عندنا في البند ده. المنشأة سجلت خسارة، مصلحة الضرايب مش موقعة عليها، يلا نشيل الخسارة من دفاترها، إشارتها سالبة، هتتشال إن هي تتحط في بند يضاف إليه، أهو تالت بند، الخسائر الرأسمالية نتيجة بيع حاسبات آلية ب 15000 جنيه، طلع لنا صافي الربح الضريبي 236000. ملاحظات الحل زي ما أشرنا إليها قبل كده، أول حاجة بالنسبة للبند الأول اللي هو بيع قطعة الأرض، أدي القيمة الدفترية اللي موجودة عندنا كانت ب 100000 جنيه من راكين، الربح الرأسمالي عبارة عن تمن البيع اللي هو 250000 ناقص 20000 اللي هي العمولة ناقص القيمة الدفترية اللي احنا حطيناها قبل كده اللي هي 100000 جنيه، يديني ان الربح 130000 جنيه، الشركة ما سجلتش الربح المعتمد، يبقى الفرق دوت هنضيفه في الدفاتر زي ما قلنا. تاني ملاحظة بالنسبة للتعويض الناتج من هلاك او انهيار الشقة المملوكة، نفس الوضع، القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا، تكلفة الاصل ناقص مجمع الاهلاك الضريبي، تكلفة 120 ناقص مجمع الاهلاك الضريبي موجود عندنا 120000 في 5% في سنة وثمان شهور يطلع لي ب 110000 جنيه، يبقى الخسارة الرأسمالية عبارة عن تمن البيع اللي موجود عندنا ناقص 110000 اللي هي القيمة الدفترية، ادينا خساير 30000 جنيه، الفرق زي ما قلنا 6000 جنيه يضاف إلى الربح المحاسبي. ثالث نوع من الأرباح الرأسمالية بعد بيع الأصول الثابتة أكثر من القيمة الدفترية أو إن التعويض أكبر من القيمة الدفترية هي أرباح إعادة التقييم، هتلاقوها عندكم في صفحة 190 بالكتاب. القانون بيقول إن الضريبة بتسري على أرباح إعادة التقييم عند تغيير الشكل القانوني لها، يعني تحولت مثلا من منشأة فردية إلى شركة أشخاص، وإن الربح الرأسمالي هيبقى عبارة عن قيمة إعادة التقييم المحدد ناقص القيمة المعتمدة ضريبيا، القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا. الأرباح الرأسمالية التي لا تخضع للضريبة هتلاقوها عندكم في صفحة 190 بالكتاب. المشرع ما أخضعش نوعين من الأرباح الرأسمالية للضريبة، وهم أول حاجة الأرباح بتاعة إعادة التقييم عشان أظهر القيمة الحقيقية للمنشأة، لأن دي بتعتبر أرباح ورقية لأن لم يتم تغيير الشكل القانوني للمنشأة. تاني نوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأس مال شركة موفقة. المشرع ما أخضعش الأرباح ديت للضريبة ولكن بثلاث شروط مجتمعة، إن الأصول هي اللي تقدم كحصة عينية يعني ما تتباعش الأصول وتتقدم في صورة نقدية، إن الأسهم اللي هتاخدها أصحاب اللي هياخدها صاحب المنشأة الفردية تكون أسهم عينية مش أسهم إثمية. ثالث شرط ألا يتم التصرف في الأسهم ديت قبل مرور 5 سنوات.